مجدونة تقول لي مي، منو عندك أفضل فنان؟ عبد الحسين عبد الرضا أم علي المفيدي أم غانم الصالح أم سعد الفري أم علي المفيدي؟ شوفي، أول شيء ما يصير نقايس، لأن كل فنان فيهم مواصفات تختلف عن الثانية. أوكي، يعني مثلا علي المفيدي كان كاركتر شكله بصوته طريقته كاركتر، غانم الصالح كاركتر، اوكي، لكن سعد الفري وعبد الحسين مو كاركتر. تعرفون شنو كاركتر؟ يعني ما في شيء في خلقته، اوكي، او بطبقة صوته يختلف عن الانسان العادي. لا، ممكن تلاقي وايد شبهين، تلاقي كثيرين يشبهون سعد الفري، تلاقون وايد في ناس يشبهون عبد الحسين عبد الرضا. فهذول الشخصيات اللي ما يكونون كاركتر يكون عندهم قدرة على التشكل سهل. لما عبد الحسين عبد الرضا، اوكي، يسوي شارد بن جمعة، شخص عادي جاي بس هدفه في لندن الصياعة وما ادري شنو، اوكي، ومن ثم يروح يسوي مثلا اللبناني اللي العسكري على الحدود اللبنانية، وبعدين يسوي لا الشايب اللي عضو مجلس إدارة بحريني في بنك بحريني، اوكي، ويتحجى وهاللون وماش سوي كاركترات. فكل واحد مواصفاته مختلفة عن الثانية، هذه ميزة الفنانين. أول ما في واحد يشبه الثاني، اليوم كل فنان يوم أغلبه يشبه الآخر، تلاقي من كل فنان اللي اللون اللي يقدمه في ثلاثة أرباع اليوم في الساحة يكونون نفس التكوين ونفس. يظل عبد الحسين عبد الرضا فنان أسطوري.